تعيش ولاية برج بارريج حركية فنية مسرحية متميزة وإقبالا للشباب والمواهب على الفن الرابع الذي استعاد بريقه وحضوره المستمر بفضل ورشات التكوين التي ساهمت في خلق نشأ جديد وجيل من الممثلين المسرحيين الذين أثبتوا قدرات على مواصلة المشوار في ولاية البرج التي كانت في السابق منجما للفن المسرحي. كما ساهمت هذه الديناميكية الجديدة والموجهة أو الموجة قول الجديدة من الشباب في إعادة الجمهور المسرحي بعد قطيعة طويلة. عمر بوقطايا. الورشة اللي خرج بها دريس مسرحية كون بها جماعة في فيلم الشباب نشوي طري كونتون على واش باسكو حنا ونا بزوان دو لا روليف هي صح ما نحكموش على العرض كعرف الحاجة اللي نحكموا عليها واللي عجبتنا هي سيك دي جون أكثر من 10 شباب سور سان هذه الحاجة الهائلة. نبارك أعمالك هكذا أعمال لماذا؟ لأننا ننشئ بهذه الأعمال أو بهذه المبادرات أو بهذه الورشات ننشئ جمهور بوتنسيال يعني جمهور يعني مستقبلي. تصور يعني هنا في البرج مثلا ورشتين اندارت مثلا مؤخرا بالتنسيق مع المسرح الجهوي تاع العلمة خلاتنا نكون تقريبا 24 ممثل مسرحي هاوي. هي تجربة بدأت كورشة للعمل على تقنية التمثيل لدى الممثل وكذا وكانت فيها بحوث وكانت فيها تمارين مسرحية وكان وقت جميل اللي كانت تحت إشراف المسرح الجهوي للعلمة وأثمرت هذا العرض المسرحي اللي طورناه فيما بعد يعني ومع جمعية ميميسيس وكانت الثمرة هذا العرض يعني وهذا العرض الأولي اللي كان في برج بارريج.